Okay. Example on the boundary value problem. هذا الاكزامبل بيحكي عن الكترو هيدروديناميك بامبينج EHD نوع من المضخات الكهربائية has a uniform charge rho node coulomb per meter cubic exists between the two electrodes. هاي المضخة في إلها قطبين left electrode موجود في المنطقة اللي هون right electrode موجود في المنطقة اللي هون which is generated in the okay which is generated in the left electrode and collected at the right electrode. هاي مضخة للشحنات، الشحنات بتنضخ من الجهة اليسار للجهة اليمين، وعشان الشحن الموجب يتمشي من اليسار لليمين لابد أن يكون في عندك فرق جهد موجب تينافر الشحنات الموجبة أو سالب على الجهة الثانية عشان يجذب هاي الشحنات السالبة على الجهة الثانية، فالمضخة راح تمشي من الجهة اليسار للجهة اليمين. حكالك إنه طول المضخة عبارة عن دي، والمضخة ممتدة فقط in one direction اللي هو الزد دايركشن. اوكي، معناته هون في راح يكون فانكشن اوف وان فاريبل اللي هو زد. مساحة المضخة يونيفورم، حكى لك ان الاريا للبامبنج از اس which is a uniform area. اعطاك قيمة رو نود، قيمة الشحنات في داخل المضخة 25 ملي كولم بير متر كيوبيك، واعطاك فرق الجهد بين الطرفين 22 كيلو فولت. هل يفضل في هذا النوع من المسائل انك تخلي تعويض الارقام فقط للمرحلة الاخيرة من الحل، يعني بتحل كل حلك بالنسبة للرموز وبتخلي اخر خطوة بتعوض فيها الارقام الموجودة. طيب، فهلا عشان نبلش نحل هذا السؤال نتبع البروسيجر اللي كتبناها قبل قليل، وهاي البروسيجر بتحكي خطوة رقم واحد انه سولف لابلاس اور بويسون ايكويشن. فلازم نميز اول شيء هل عندنا احنا لابلاس ولا بويسون. ما دام حكى لك في عندك شحنات موجوده في داخل المضخه معناته شرحك هون راح يكون عن بويسون ايكويشن. طيب، ضل دورنا نعرف هل هي هوموجينيس اور نان هوموجينيس. ما دام ابسون ار ما ذكر لك اياها في السؤال فهي هوموجينيس بروبلم، فالمساله اللي بدك تحلها اللي هي مساله رقم 2 ديل سكوير في ايكوال ماينس رو في اوفر ابسون or equal minus rho node over epsilon، نسمى لك الرو في equal rho node في هذا النوع من المسائل. طيب، هي عرفنا النوع الأول، كمان النوع الثاني إنه هل هي كارتيشن ولا سيلندريكال. طبعا ما بتفرق معك لأنه المضخة بتتغير في الزد أكسس والزد راح يكون مشترك ما بين الكارتيشن والسيلندريكال. طيب، فما دام عرفنا ان المسألة قد تكون كارتيشن او سيلندريكال و v is function of one variable فالدل سكوير v بصير محلها d سكوير v by d z سكوير equal minus rho node over epsilon. تمام، ما في داعي تكتب الدل كاملة بال 3 terms يعني x y z او تكتبها rho phi z، تكتب فقط في حالة زد. يعني مسألة زي هيك سيلندريكال وما في داعي تكون إلا بلاسيان جيفن لأنها متغيرة فقط في الزد أكسس، وما دام بي متغير في متغير واحد فقط بنبدل البارشل بديفرنشال. سو دي تو في باي دي زد سكوير إيكوال ماينس رو نود أوفر إبسلون، وحكينا إنه إذا كان في فانكشن أوف أن فاريبل سولف يوزنج دايركت انتجريشن. إيش يعني دايركت انتجريشن؟ بدك تكامل أول مرة كامل الطرفين، لما تكمل أول مرة فهاي المعادلة تحولت إلى dv by dz equal minus rho node over epsilon z plus constant of integration سميه a. هاي كملنا أول مرة، بعدين بدك تروح تكامل مرة تانية، بدك تروح تكامل الطرفين مرة تانية، فبتحصل على v equal minus rho node over epsilon في تكامل الزد راح يكون زد تربيع على 2، في تكامل a راح يكون a زد زائد كمان constant of integration اسمه b. هل هاي المعادلة اللي حصلت عليها this is a general solution. okay. ليش general solution؟ لأنه فيه ال a وال b. ال A وال B هل بنحاول نوجد قيمهم؟ احنا هيك خلصنا من خطوة رقم واحد اللي هي solve Laplace or Boyesian equation using direct integration or separation of variable to find the general solution، واحنا هيك اوجدنا ال general solution. الخطوة رقم اثنين هلا انه apply the boundary condition. ال boundary condition ما ذكر لك اياهم في السؤال بس اعطاك اياهم على الرسمة. ال boundary condition
اللي هم V equal 22 كيلو فولت أو اللي اسمها V نود لما Z equal 0 والفولتج equal 0 فولت لما Z equal D. This is the two initial condition. Okay. Now إذا أخذنا two boundary condition عوضناهم في هاي المعادلة فبتصير كالتالي. نكتب المعادلة مرة تانية V equal minus rho node over epsilon في Z square over 2 plus AZ plus B. نعوضها ل two initial condition V لما Z equal 0 equal V node و V لما Z equal D equal 0. طيب نعوض هلا two initial condition. فنبلش نعوض الانيشال كونديشن الاول. لما زد ايكوال صفر هذا الحد بصير صفر، هذا الحد بصير صفر، فبي ايكوال في والفي ايكوال في نود. فاول اشي طلعنا قيمه بي ايكوال في نود. لما نعوض الانيشال كونديشن الثاني تحط محل زد ايكوال دي، فراح تصير عندك المعادله صفر ايكوال، لانه قيمه البوتنشال لما زد ايكوال دي از زيرو، فبتصير هاي ماينس رون نود اوفر ابسلون في دي سكوير اوفر 2 بلس اي دي بلس بي، والبي طلعتها اللي هي في نود. فمن هاي الايكويشن بتقدر تجيب قيمة اي، فاي ايكوال رو نود دي سكوير اوفر 2 ابسلون ماينس في نود الكل مقسوم على دي. اوكي، هيك انت بتكون جبت قيمة اي وجبت قيمة بي، بتروح تخلط القيمتين وتعوضهم في الاكسبريشن اللي فوق، فبتحصل على اليونيك سوليوشن للبوتنشال. هذا اليونيك سوليوشن للبوتنشال راح يكون كالتالي، انه V equal minus rho node Z square over 2 epsilon plus rho node رو نود، اذا دخل دي على القوس بتروح دي مع دي، رو نود دي على 2 ابسلون ماينس في نود اوفر دي. هاي قيمة اي مضربة في زد الموجودة في هاي المعادلة، فمضربة في زد اللي هون، زائد قيمة بي اللي هي في نود. فهذا السوليوشن it is a unique solution. ليش؟ لان هذا السوليوشن ما فيه غير متغير واحد اللي هو الزد، رو نود كونستنت، في نود كونستنت، دي اللي هو طول المضخة كونستنت، ابسلون اللي هي الهوموجينيس بيرميتيفيتي المادة واللي هي هوموجينيس. فبضل عندك فقط تغير الزي، معناته أي قيمة لزد بتعوضها في هاي المعادلة راح تعرف قيمة البوتنشال. عشان تأكد إن حلك صح ولا لا، المفروض لما تعوض التو باوندري كونديشن يعطيك نفس السوليوشن. مثلا عوض زد ايكوال صفر، لما تحط زد ايكوال صفر هذا الحد راح يروح، هذا الحد كله راح يروح، فبضل في ايكوال في نود، وهذا الاشي هذا الكونديشن تحقق. لما تحط محل زد ايكوال دي فهذا تصير ماينس رو نود دي تربيع على 2 ابسلون، وهون لما تحط محل زد دي هذا تصير رو نود دي تربيع على 2 ابسلون، فماينس رو نود دي تربيع على 2 ابسلون زائد رو نود دي تربيع على 2 ابسلون بيلغوا بعض، ماينس في نود على دي في دي اللي هي ماينس في نود زائد في نود، معناته الفي ايكوال زيرو، وهذا الانشال كونديشن تحقق، معناته يور سوليوشن از رايت. طيب خلصنا من الخطوه رقم 2، نيجي على الخطوه رقم 3 انك تطلع الالكتريك فيلد، والالكتريك فيلد بتطلعها زي شابتر 4 عن طريق اي ايكوال ماينس جريدينت للفي. برضه ما في داعي تكتب الجريدينت كامله، ما دام عرفت انه الفي بتغير فقط في الزد فالاي كمان بتغير في الزد، فهي راح تكون ماينس بار ماينس بدل بارس بتحط ديفرنشال لانه فقط متغير واحد، فماينس دي في باي دي زد اي زد. اوكي، اشتق البوتنشال بالنسبه لزد اكسس، فراح تحصل على الكتريك فيلد ايكوال طبعا ماينس في ماينس موجب، راح تحصل على رو نود زد على ابسلون لانها مشتقتها 2 زد بتروح الاثنين مع الاثنين، زائد رو نود دي على 2 ابسلون. طبعا هي مش زائد، هاي المفروض تكون ناقص لما تدخل الناقص على القوس ماينس، وهاي الناقص بتصير زائد في نود على دي، ومشتقة الفي نود صفر.
طبعا هاي الالكتريك فيلد كليت راح يكون باتجاه ايش؟ الايزي. اوكي سو ذيس از الكتريك فيلد اللي هو راح يكون رو نود زد على ابسلون ماينس رو نود دي على 2 ابسلون بلس في نود على دي كله باتجاه الايزي. طيب اوجدنا الالكتريك فيلد، هلا نطلع شو المطلوب منا بالسؤال. المطلوب بريشر، اوكي، والبريشر يساوي الفورس على الاريا، وعشان طلع الفورس لو حاصل ضرب كيو. طبعا هون البريشر لازم يكون سكيلر على سكيلر، فالفورس تاخذ ماجنتيود للفورس اللي هو كيو في الماجنتيود الالكتريك فيلد على الاريا، ماشي، وتستبدل كيو اللي هون بتكامل رو في دي في، لان انت ما عندك بوينت تشارج وانما عندك فوليوم تشارج. نبلش نطلع هاي القيم ونشوف البرشر شو يساوي. اوكي فناخذ قيمة الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد ايكوال رو نود زد اوفر ابسلون ماينس رو نود دي اوفر 2 ابسلون بلس في نود اوفر دي ايزي. كيف نتأكد منها؟ اوكي هاي قيمة الالكتريك فيلد. نحاول هنا نوجد الفورس. الفورس يساوي كيو في الالكتريك فيلد، وتساوي الكيو هي عبارة عن رو في اي دي في انتجريشن اوفر فورم، حطينا محل كيو تكامل رو في دي في، وهاي تساوي الرو في طبعا كونستنت قيمتها رو نود تطلع برا التكامل في انتجريشن اوف اي الدي في، بنقدر نكتبها انها دي اس في دي زد، انه المساحة في الارتفاع برضو بتعطيك حجم. بصير في عندك هون تكاملين، واحد راح يكون على الزد اللي هو اللينكث، والتاني راح يكون على الاريا، وكون حكى لك الاريا از يونيفورم فبتقدر تاخذ تكامل دي اس اوفر اس ايكوال الاريا اللي هي اس، فها بتصير رو نود في اس في تكامل اي دي زد انتجريشن اوفر زد. اوكي فها بتصير معك الفورس ايكوال رو نود اس في تكامل اي بالنسبة لزد، راح ترجع زي ما كانت قبل ما تشتق رو نود زد تربيع على 2 ابسلون. اوكي فهي راح تصير ماينس رو نود دي على 2 ابسلون في زد زائد في نود دي في زد. ما في داعي كونستنت اوف انتجريشن لانه في عندك حدود تكامل معروفة، تتكامل من زد ايكوال زيرو الى زد ايكوال دي اللي هي طول المضخة، وهذا التكامل كلياته او ذس الفورس راح تكون باتجاه الاي زي، فالفورس هون راح تكون رو نود اس، نعوض زد ايكوال دي فهي راح تصير رو نود دي تربيع على 2 ابسلون ناقص رو نود دي تربيع على 2 ابسلون بلس في نود دي على دي ناقص طبعا 0 0 0، فبصير عندك هذا الحد راح يلتغي مع هذا الحد، طبعا الدايركشن هون راح يكون بالايزي، فبصير الفورس ايكوال رو نود اس في نود باتجاه الايزي نيوتن، وبالتالي البريشر ايكوال ماجنتيود الفورس اللي هو رو نود اس في نود على الاريا اللي هي اس، وتساوي رو نود في نود. يعني في النهايه بدك تضرب الرقمين اللي طلعوا معك، ف اذا ضربت الرو نود في الفي نود راح تحصل على البريشر ايكوال 550 نيوتن بير متر سكوير. This is the pressure. Okay. Which is a scalar quantity. هلا مش كل الاسئله راح تكون بهذا الشكل. هلا ممكن واحد يسال انه ليش اشتقينا ورجعنا كملنا مره ثانيه، هذا حسب المطلوب. انا فرجيتك كيف نطبق البروسيجر، كيف نحل لابلاس ايكويشن، كيف نطلع بوتنشال، كيف نطلع الكتريك فيلد، بعدين انت عرضه لاي شيء ينطلب منك. في النهايه زي ما حكينا الشيء الجنرال اللي راح ينطلب منك
في الغالب راح يكون إما resistance أو capacitance. فرجاء take this example as application on the how to solve boundary value problem procedure and to follow these steps. صحيح إن الحل طويل، عشان هيك لازم تكون متذكر البروسيجر وتمشي عليها step by step. okay. مش راح نحل example أكتر من هيك. طبعا الشابتر 6 إذا بتطلع عليه كتاب مليان example في الهوموجينيس، في النان هوموجينيس، على الكارتيشن، على السفيريكال، على السيلندريكال. طبعا احنا مش راح اكيد نحلهم كلهم، لكن راح نحل تقريبا، او راح اعطيك فكرة كيف تحل على كل متغير. يعني المسألة اللي هون حلناها كان متغير فيها واحد اللي هو زد، ما بتختلف اذا كانت المضخة باتجاه الاكس او باتجاه الواي، او كانت باتجاه الرو او باتجاه الار، لانه كله راح يعطيك almost نفس البروسيجر. راح نشوف إذا كان التغير في رو، التغير في ار، التغير في ثيتا، التغير في فاي، فهذول راح نحل مسائل عليهم. لكن راح يكون مسائلنا راح نحلهم كلهم تحت مظلة الريزيستنس والكاباستنس. فنبلش هلا في موضوع ريزيستنس اند كاباستنس. يعطيكم العافية.